جنى سعيد، ماجستير هندسة تقنية المعلومات، حلم وتخصص كافحت من أجل الحصول عليه كثيرا، وقتا وجهدا وشغفا ومثابرة، متصلة ليلا بنهار وعاما بعد آخر. جنى أول امرأة اقتحمت مجال صيانة وتركيب أنظمة كاميرات المراقبة، خصوصا للمرافق التعليمية النسوية، مع فريقها ضمن محلها التقني الذي يضم في طياته كل ما يخص الأجهزة الحديثة والإلكترونية. طبعا اولياء الامور يرفضوا دائما انه بناتهم تروح لصيانه لابتوبات او حواسيبه او اجهزه الشخص اللي يرقل، خوفا من سرقه المعلومات او البيانات الشخصيه. فاحنا هنا اجينا كوسيط ما بيننا وبين اولياء الامور. اولياء الامور اول ما يجوا يشوفوا تعاملنا، حصلت بيننا وبينهم ثقه، فاول ما يحصل بيننا ثقه فبالتالي بيأثر في زوجته، في ابنائه، في بناته، فبيكون هنا معانا انهم العملاء تبعنا كامل، في ثقه بيننا متبادله، فادت الى هذا النجاح، الى هذا المشروع والوصول لهذا المستوى. فتاة طموحة خلقت من مخاوف الفتيات وأولياء أمورهن فكرة لإنشاء مشروعها الخاص ليكون وجهة للفتيات الراغبات في صيانة وبرمجة أجهزة اللابتوب والهاتف المحمول دون خوف أو قلق من التطفل على بياناتهن أو مجمل ذكريات حياتهن الخاصة. حاجة حلوة إنه في بنت كده فتحت مشروع إن صيانة الجوالات وصيانة اللابتوبات، لو مثلا حقك اللابتوب اتفرمت أو احتاج له أي صيانة تجي لعند بنت وانتي آمن تطرحي لابتوبك، ما تروحي مجلسش بالمحل، يعني إنك تطرحه وانتي آمن تجي له اليوم الثاني تاخذه قد صلحت لك هو. كمان إن تصلح الجوالات يعني تخافي على صورك ولا حاجاتك اللي تضيع ولا ملفاتك الذي هي مهمة. المهندسة جنى استطاعت أن توفر في محلها البسيط جميع أدوات الصيانة والبرمجة، فيما تقف على رأس عملها في صيانة أجهزة الفتيات متغلبة على الكثير من العراقيل بمساعدة الأهل والصديقات. كانت شغوفة بهذا المجال، وهذا المجال البرمجي هو متطور، وكمان كنا المرأة أصبحت تلاقي استفزاز من قبل أصحاب المحلات، أصحاب الجوالات، أصحاب الكمبيوترات، والحادثة اللي حدثت مؤخرا حق عبد الله الغبري هي اللي دفعت إحنا إن إحنا نؤسس هذا العمل ونخليها تعمل بهذا المجال، وهي قد دارسة في المجال هذا ومتطورة، يعني كانت تعمل في المنزل. واللي شجع احنا اكثر يعني احنا نريد يعني حمايه بيانات المراه. قد لا تكون هي الوحيده، لكن ثقه الناس والمجتمع بها جعلتها جديره بشق طريقها تقنيا ومهنيا حتى تغدو رائده اعمال في الغد القريب الذي لن يطول. تخوض المهندسة جنى وغيرها من النساء كفاحا مستمرا في مجتمعنا لنيل حقوقها ومساواتها اجتماعيا مع الرجل في الحصول على فرص العمل وإيجاد مكان مناسب لمشروعها الذي يقدم خدماته للمجتمع بشكل عام ولشريحة النساء بشكل خاص. زبيدة الوجيه لبرنامج أضواء سهيل تعز.